نبقى في بيروت، ينضم إلينا من هناك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط. وليد بيك، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. بداية، كنتم ربما أول من يعني دعا الرئيس الحريري للاستقالة، قلت لنذهب نستقيل في أول تغريدة. الآن ما زلتم في الحكومة وما زال الشارع يعني ينتفض، كيف يمكن يعني تفسير دور حزبكم هنا تجاه ما يحدث؟ عندما دعيت للاستقالة كان همي أن يلبي هذه الاستقالة، ثم قدرت موقفه، لأن الاستقالة للمجهول قد تؤدي إلى عواقب غير مفهومة وغير منظورة. لذلك بقيت في الحكومة وحاولت التعديل من الداخل، ولازلت. لذلك قدمنا ورقة اعتراضية على الورقة التي أعلنها الإصلاحية، ولسنستمر من الداخل في محاولة التعديل. طيب وليد بيك، هناك مشكلة، المشكلة بالنسبة للشارع هي أزمة ثقة في هذه الحكومة. الورقة التي قدمتموها كما ذكرتم أيضا لم يؤخذ بها، إذا هل ما زال لديك أمل بأنه ممكن أن شيء يتغير بعد هذا الذي حصل؟ سنستمر في محاولة التعديل من الداخل، ونفهم أن المتظاهرين لا يفهمون أو لا يرحمون بأي ورقة، لكن لا يمكن للتغيير إلا أن يكون بحالة معينة، انتخابات جديدة، انتخابات، الدعوة للانتخابات وفق رأيي قانون لا طائفي جديد يكسر جميع الحواجز. عندها تستلم الجماهير السلطة ولا مانع، لأن إسقاط النظام كمبدأ هو أساس، لكن كيف نسقطه إلا بالانتخابات. طيب وليد بيك، قلت بأنه يعني الاستقالة قد تؤدي إلى يعني عواقب غير مفهومة، لكن ألا يمكن أن أشكل الطرف الآخر الحكومة، يعني كما حتى ذكرت حضرتك في تغريدتك يستلمهم المسؤولية، يعني ما في مانع أن يكون هناك حكومة أغلبية حاليا تتولى الوضع طالما أنه في عراقيل يضعها هذا الفريق؟ حكومة أغلبية من؟ ما الحكومة الحالية هي حكومة وفاق وطني وحكومة تناقضات نفس الوقت. طيب لابد من حكومة واضحة تأتي من خلال انتخابات جديدة. ولماذا لم أستقيل؟ فقط لأن هناك يعني من قبل الحكومة الحالية هروب إلى الأمام. هذه الإصلاحات، بيع القطاع العام بأثمان بخسة، وأنا اشتراكي، وأنا بالأساس نحن ضد كحزب اشتراكي بيع القطاع العام والخصخصة، هذا هروب إلى الأمام لن يجدي. لذلك لابد من على سعد الحريري أن يعيد النظر بكل هذه الخيارات التي لا تجدي. لابد من حكومة جديدة، تكنوقراط أو حكومة تعديل وزاري، والخلاص من استبداد التيار الوطني الحر ورمزه جبران باسيل. طيب هنا يعني إذا تفضلت حضرتك عن حكومة تكنوقراط، يعني أنت يعني تريد تغيير لكن بخريطة واضحة وليس بدون الاتفاق على ما بعد الاستقالة، كما فهمت، إذا كنت فهمت صح من حضرتك. هنا ليس هناك مشكل، أن عندما أدعو إلى تغيير حكومي لست أحدد من ستغير، إنني أقبل حتى أن شخصيا بخروجي أو كحزب بخروج من الحكومة، لكن أريد فقط بديل لا يجعلنا نذهب إلى المجهول، لا أكثر ولا أقل. لا مشكل لدي في أن أخرج من الحكومة، لكن شرط أن يخرج الجميع. طيب هنا هل في أي تواصل مع الرئيس؟ يعني لأنه في موضوع تشكيل الحكومة قد يعني بعض الأحزاب لا تأخذ خطوات لأنها يعني قد تضر بمصالحها، ما دور الرئيس هنا في بحث هذه الفكرة وهذه المقترحات؟ أي رئيس؟ رئيس الجمهورية. هو صامت، بعد 6 أيام هو صامت،
قالوا لنا أنه سيتحدث، لكن المتحدث باسمه هو الصهر الكريم الذي خرب البلاد والعباد. طيب مفهوم. هل وصلكم أي شيء عن تعديل وزاري محتمل حاليا يعمل عليه السيد الحريري سعد الحريري خلال هذه الفترة القادمة؟ لم أسمع بشيء. غدا سيعني وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب سيزوره ويزور الرئيس بري لكي نطرح هذه الفكرة. نعم نحن أصحاب هذه الفكرة بتعديل وزاري وتعديل حقائب كي نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة التي استولت وتريد أن تستولي على مقدرات البلاد السياسية وقد فشلت، العهد فشل، المالية هنا الخطر بأن أستولي بعض المحسوبيات على القطاع العام، وهذا الاعتراض الأساسي. يعني هنا في هذه النقطة لا تعتقد أنه حضرتك يعني وتوصلت مع سعد الحريري إلى اتفاق حتى الآن؟ غدا سيكون هناك مقابلة وحديث حول ما يمكن فعله فيما يتعلق بالتغيير الوزاري. بالأمس كان هناك ورقة مضادة إذا صح التعبير لاقتراحات الشيخ سعد الحريري، ولازلنا نتحاور من موقع الحرص على الاستقرار، لكن هناك خلاف على الأولويات. نعم هناك خلاف. طيب في حال أصر الرئيس سعد الحريري على المضي قدما في نفس هذه الورقة الإصلاحية التي قلت بأنه فيها أخطاء كثيرة هنا، يعني كيف سيكون؟ لأنه الرئيس الحريري يعني يقول حققت ما أريده من خلال هذه الورقة، يبدو مصرا. إنه يشتري الوقت، يبيع القطاع العام لي، وهذا غلط، لأن القطاع العام هو الدولة، لن نستطيع أن نبيع الدولة كي من أجل شراء بعض الدنانير وثم بعد شهر أو شهرين نعود إلى نقطة الأساس. سنستمر بالحوار، لا أستطيع أن أقطع الحوار آخذين بعين الاعتبار الاعتراض الجماهيري المحق. اسمح لي بسؤال أخير وليد بيك وأرجو ساعة الصدر. يعني هناك في الحراك يقولون بأنه يعني الموالين لك ولحزبك كثيرون هم في الشارع، وبالتالي متواجدون في الشارع، وربما يعتبرونكم أنتم أيضا من صناع القرار، يعني من زمرة الحاكمة هنا. هل لديك قناعة بأنك وضحت موقفك هذا أمام ناخبيك، أمام الموالين لك ولحزبك؟ كلا، أعلم أنني بقواعد الحزب هناك تململ، هناك تغمر، هناك استقالات، لكن أيضا أقول لك وللجميع لا أستطيع أن أغامر وأذهب إلى الفراغ. الحلول هي الانتخابات، والانتخابات على قاعدة قانون لا طائفي، على دائرة واحدة كل لبنان إذا استطعنا. ثم هذه الانتخابات تفرز وتقول من سيكون بالمستقبل ومن سيسقط. لا بأس، لا مشكل علي. طيب لا أستطيع أن أختم هذا الحوار معك وليد بيك إلا عندما أسألك هذا السؤال، وأرجو مجددا سعة الصدر. يعني هناك من يقول بأنه في طرف يضغط ويهدد، وأنه ربما البقاء في الحكومة يعني خضوع لهذه التهديدات، لأنه حزب الله يعني قال بأنه من سيترك هذه الحكومة، من سيستقيل يجب محاكمته، وكان واضح التهديد هنا. هل يعني حزب الله موجود على الساحة اللبنانية وعلى الساحة العربية؟ هذه أولا، ومن موقعي الشخصي ما من أحد طرح قضية السلاح، لأن هذا أمر معقد جدا إقليميا ودوليا. نطرح موضوع الإصلاح النظام وتغيير رموز التي يتمسك بها حزب الله. ما من أحد ليطرح قضية السلاح، هذا أمر مرفوض، مش مرفوض، هذا أمر عقيم طرحه اليوم لا تواقل. طيب شكرا. لذلك من مصلحة الحزب أن يتخلى، أن يبتعد عن الرموز التي أدت بنا إلى هذا الخراب، ومنها الرموز في التيار الوطني الحر. نعم.
واضح. شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد بيك جنبلاط.